احنا الان في اطار النهايه من انجاز مسطره كتعلق بالحيازه والانتشار في الاقراص المهلوسه. هذه القضيه تم الايقاف ديال 5 ديال الاشخاص من بينهم فتاتين. كلفتنا اننا ننتقلوا حتى لمدينه طنجه يعني ليله البارحه. مكنتنا من ايقاف المزود الرئيسي بالاقراص المهلوسه اللي كان كيرسلها لمدينه تازه. ذلك في اطار الاستراتيجيه اللي كتناجها المديريه العامه للامن الوطني وذاك الخطه الامنيه السباقيه بمناسبه حلول راس السنه الميلاديه وكغيرها باقي ولايات الامن الجهه في تازه عامل على ادراج واحد الخطه. بحكم ان الدائره الثالثه كتعرف نفوذ كثير وكذلك نفوذ على صعيد النقاط السوداء، فعلى مستوى حي العبابسه تم ايقاف واحد الشخص من اجل حياده عده قنينات حوالي 17 قنينه نتاع الجوع عن خمر نوع سبيسيال المعني بالامر كان بصدد الحياجه من اجل استهلاكها. وربما هذه حاله السكر كتولد تمخض لنا عده جرائم في ساعات متاخره من اليوم، بينها الاعتداءات والعنف حق الاصول. كذلك بالمناسبه تم ايقاف واحد الشخص من اجل التخدير وكذلك الرشق بالحجاره واحد العماره المهجوره اللي كتعرف عده شوائب امنيه.